دي مباراه زيد وسموحه على لطفي والهاني سمان. اه دي لقطه اشهر لقطه الاسبوع دي, لقطه ليونيل ميسي. بص انا قلت كان مطبق على فيديو ليونيل ميسي, ما لهاش حل تاني. بص هقول لك حاجه, رقصت واحد تمام. انا على فكره انا ضد حتى الاولى, يعني بص الاولى دي مشيت صح ورقص فيها صح. لكن انا ضد دي برضو اصلا. انا ما غامرش. انا العب مبدا السلامه. مظبوط. لا بطن رجلي او في الاوت. تمام. رغم ان هو رقص كويس لكن انا ما بحبهاش. ماشي. طيب الثانيه بقى مستحيله. الثانيه بقى عندك واحد وفي واحد لاعب هنا وفي الناحيه الثانيه, وممكن تمشي اللي على يمينك ده كمان. ما هو بقول لك واحد اهو. وفي واحد هنا وفي في البعيده هناك خالص تطفش. تحت الشمال ممكن تطفش, ممكن تطلع. لازم اطلع حاجه, لازم اطلع. اذا كان انا اللي عمله صح انا ضده. فما بالك التاني. وانا مش مطالب ارقص اتنين لعيبه في. انا بقول لك مستحيل. احنا متمني ان حارس المرمى لازم يبقى لعيب كوره كويس. ماشي. بس مش اللي انا اقعد ارقص ولا في دي ولا في دي, ولا اللي اتعملت صح ولا اللي اتقطعت. مشكلة ان هو كان رايح يرقص التاني دوت وفي واحد تالت داخله, ده كان ناوي يرقصه. لا انا من الاول اصلا, لو من الاول دي بره. يعني انا كمان ضد اللي هو يرقص الاولى دي. صح. رغم ان هي مشيت صح. ولكن بعد الجول هاني سمان كان بيلوم على حد من زمايله, بس مش عارف كان بيلوم على ايه. ما اعتقدش. لا الهدف التعادل ضربه جزاء طبعا.